السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده حلقتنا الثالثه من سلسله اسرار لو اتعلمتها هتسرع نطقك بالانجليزي للضعف باذن الله تعالى. بفكرك في السريع في الحلقه اللي فاتت خدنا كلاب ولا قطط cats or dogs. في كل مره خلاص في كل مره تقابل فيها كلمه or في الانجليزي الامريكي مش شرط تقولها بالكامل كده لان انت كده بتبطئ نفسك. في السياق السريع بنقولها بشكل اسرع. شايف الاو ار؟ شيل الاو حط مكانها اي، ادمجها في الكلام على طول. فبدل ما تبقى cats or dogs للبطء ده على طول cats or dogs. Cats or dogs? Cats or dogs? Good or bad? Good or bad? Good or good or bad? علشان كده لو ما اتفرجتش على الحلقه الاولى او الثانيه هفكرك بيهم ان شاء الله في نهايه حلقه النهارده. يلا بينا نبدا معكم اسلام اي كي اي سامت في حلقه جديده من جري الشوارع. Let's get started. اللي احنا اتعلمناه في المدرسه ما اسمك بالانجليزي يعني What's your name? Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? مفيش أي مشكلة في الكلام ده وصح، بس في نقطة تاني أسرع من كده لكلمة your. تعالوا نروح نشوفه. What's your name? What's your name? What's your name? اللي حصل هنا بكل بساطة كلمة your بقت your 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 your. لو لسه الفرق بالنسبة لك مش محسوس تعالوا نحطهم في مواجهة مع بعض. الحياة الأكاديمية ضد الحياة العملية. What's your name? 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 عشان كده فضلت ساعات بدور في الافلام على مشهد واحد الاقي فيه كلمه your اتنطقت بالنطق الكامل زي كده ما لقيتش غير المشهد ده. In your job, 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 in your job. على الرغم ان هي هنا شددت على كلمه جدا الا ان برضه قالتها your، ونفس الشيء برضه ينطبق على جمله you are برضو اختصارها your. تعال نشوف كل الكلام ده في الافلام. Let's jump right in. If you're not where you are, if you're not, if you're not. Finally, now you're married. Yes. So you're married. 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 When you achieve your dream, when you achieve your dreams, achieve your dreams. معك خمس ثواني نحاول ننطق فيهم الكلمتين دول بالانجليزي ونشوف هننطقها ازاي. It's one of the top 10. It's one of the top 10. بسبب مشكلة تعريب الإنجليزي وصلنا لمرحلة إن إحنا ممكن نقول الجملة دي أنا توداي عندي تاسك ممكن أجله تومورو. إيه الفكرة هنا اللي بوظت الدنيا؟ الفكرة إنك اتعاملت مع التي اللي جت في أول المقطع أو الكلمة معاملة التيه بالعربي. الفكرة هنا إن حرف التي لو قابلك في أول الكلمة أو أول المقطع حاول تطلع فيه هوا. توداي توداي فالصح هنا انك تطلع هوا في حرف التي today time مش today ولا time. بغض النظر انها هتخلي نطقك اجمل واحلى بس لو ما طبقتهاش هيحصل كده. في الانجليزي تبدا تسمع كلمات بنطق تاني خالص زي مثلا town down tour door tip dip. شفت الفرق ما بينهم؟ قريب جدا. واللي يميز هنا ت. تعال نركز معاهم في حرف التي من على لسان الناس العاديه ومن على لسان المعلمين. Over 100 cans of tuna. But if tomorrow we all call if tomorrow tomorrow كلمة can لما درسناها لوحدها اخدناها بالشكل ده can، بس اغفلنا عن جزئية الربط. لما يكون في كلمة can وعايز تنطقها بسرعة في وسط الجملة يلا can 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 can. فبدل ما تقولها مثلا في جملة we can stay، بص بطيئة برضو مهما حاولت اسرعها هي بطيئة. اربط بقى وشيل الفراغات يلا. We can stay we can stay we can stay we can stay in school longer we can stay 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 we can stay. حتى الأطفال عندهم اتعلموها كده. I can jump I can walk I can dance I can talk I can run I can kick I can move and I can swim. عشان كده الأطفال دي لما كبرت بيقولوا لهم الأغاني بالشكل ده. No more, no more wasting time.
نيجي بقى لسؤال الحلقة. الراجل هنا قال اختصار احنا كلنا عارفينه. تعالوا نسمع كده. That's why you're good, cause you're honest. That's why you're good, cause you're honest. That's why you're good, cause you're honest. بس خمن كده، هو قال كلمة you're، يا ترى كان يقصد بيها you are ولا your؟ That's why you're good, cause you're honest. لو تعرف اكتب في التعليقات، وعشان اسهل عليك الاجابه لازم تركز في سياق الكلام وانت هتعرف الاجابه لوحدك. ما تنسوش اللايك والشير واقتراحكم للحلقه الجايه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. Peace.